السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده شاي كرك. شاي كرك ده يعني شاي بلبن بالهندي. الفرق الوحيد بين الشاي بتاعنا والشاي الكرك ان هما بيحطوا عليه شوية توابل. ايه هنحتاج الاول؟ مية هنحطها هنا. طبعا انا عندي الكنكة دي بتاخد حوالي 3 كوبايات المقاس ده، يعني كوباية الشاي العادية. اوكي طيب، انا على المقدار ده بحط معلقه شاي كبيره، شاي اسود عادي، وبحط معلقه ونص سكر، وبحط حوالي انا بستخدم معلقه كبيره، ده المعيار بتاعي، المعلقه الكبيره بتاعه الاكل العاديه. باخد حوالي يعني مش عارفه دي اتقال عليها ايه، تلت معلقه من الجينجر او الجنزبيل، ومن الحبهان المطحون باخد برضو حوالي يعني كده ربع معلقه، اقول يعني جنزبيل اقل من الكردم الحبهان. اوكي وطبعا بنحتاج لبن او حليب اللي هو ابو قوس، ده لبن مبخر. عايزين تستخدموا اللبن العادي براحتكم، بس هو الاساسي هما بيستخدموا ده. ماشي، هنبتدي اول حاجه ان احنا هنحط الميه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي قلت لكم بتاخد معيار 3 كوبايات تقريبا، انا مش بملاها على الاخر عشان بعمل حساب اما بحط الحليب في الاخر سايباله مكان يعني. فزي ما قلت لكم اول حاجه ان انا باخد معلقه كبيره شاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معلقه ونص سكر بس. اوكي الجنزبيل بحط زي ما قلنا حوالي تلت معلقه كده، كله بنفس المعيار المعلقة الكبيرة دي. ودي باخد في الحبهان باخد حوالي ربع معلقة. ولعت كده على الشاي، هقلبه بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنسيبه يغلي لما غلوتين تلاتة كده، بحيث ان اللون بتاعه بيبقى غامق. اثناء ما احنا سايبين الشاي يغلي على النار هبتدي اسخن العيش العربي بتاعنا ده عشان افطر معاكم. احضر فطاري معاكم، هاكل النهارده بيض مقلي. هنا حته زبده، عندي زبده هنا، هاخد حته بسم الله كده، حته كده هولع النار عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. في نفس الوقت انا سايبه الشاي هنا بيغلي. اوكي هكسر البيض جوه المقلايه. الزبده مش بسيبها تسيح قوي، بعد كده هغطي عليه عشان يستوي. ريحه فظيعه، بسم الله ما شاء الله. ببتدي بس كده عشان الزلال بتاع البيض يستوي، بس بوسع كده وبرضو هغطي عليها تاني. خلاص كده البيض هغطي عليه، هحط ملح وفلفل. ملح بسم الله الرحمن الرحيم. الشاي اهو غلى غلوتين كده، فاضل غلوة كمان وبعد تالت غلوة يا جماعة. بقلبه شوية كده بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين هبتدي احط حليب ابو قوس ده او الريمبو، هحط فوقيه بسم الله الرحمن الرحيم. بحط حوالي، انا بالنسبة لي المقدار ده بحط 3/4 العلبة. بعد ما حطيت الحليب اهو قلبته، هسيبه يغلي بقى اخر غلوة باللبن وبعدين هطفي عليه. لو حسيته ان هو محتاج سكر ممكن اضيف في الوقت ده بسم الله، بس انا عارفه ان المقدار كده مظبوط. كويس كده معلقه ونص. لو انتوا حابين ممكن توصلوها لمعلقتين لو بتحبوا سكر ازيد شويه. شويه كده ياخد غلوه مع اللبن اهو، وبعدين هطفي. خلاص كده دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نصفي الشاي اللي عملناه، شاي الكرك في البراد ده. وايه رأيكم انا اللي عاملة ده؟ لو حابين ان انتوا تتفرجوا على حاجات يدوية تابعوني في قناتي شي فدوى هاند كرافت، وهتلاقوا حاجات جميلة جدا. انا بدأت بالكروشيه وان شاء الله هدخل فيها كل الحاجات اللي انا بعرفها. فهنبتدي نفك ده كده بس عشان ما خلاص كده الشاي شايفينه جوه. همسح بس البراد مطرح الحاجات اللي جت عليه شويه كده
وبعدين اغطيه بسم الله والبسه بقى الفستان بتاعه ده بسم الله عشان نحضر الفطار مع بعض كده. نربط الايد كده بسم الله. وده بيبقى حلو قوي للاجانب على فكرة، هي حاجة اجنبية انا واخداها من واحدة اجنبية عشان هما بيبقوا عندهم الجو برد جدا، فالحاجات دي بتدفي الحاجة يعني تخليش الشاي والقهوة والحاجات دي تبرد بسرعة، فهم بيعملوا الشكل ده. ايه رأيكم؟ حلو قوي كده. احضر الفطار، حطيت كده الشاي والكوباية، حطيت شوية طماطم وزيتون، وهحط هنا عسل ومربى، وادي البيض بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. حط شوية مربى بسم الله. ونحط شوية عسل. طبعا العسل يستحسن ان احنا ما نحطش فيه حاجة حديد كده. انا حضرت الفطار بتاعي معاكو، بيض مربى عسل زيتون وطماطم، والشاي الكرك هو الملك بتاعنا في الحفلة اللي احنا عاملينها دي. هبتدي اصب الشاي معاكو ونفطر مع بعض. هبتدي نصب الشاي هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده. وبالهنا والشفا على قلوبنا جميعا. الفطار يا جماعة اتفضلوا معانا، شيك شاي كرك والقمر بتاعنا البراد الجميل ده بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق البيض كده الأول بسم الله. بعدين ناخد شاي، شايفين اللون؟ الله بجد حلو حلو حلو. يعني انا بقول لكم انا ماليش في الحليب ولا اللبن ده، بس بالطريقه دي بجد جميل لان بيضيع طعمه مع التوابل اللي بتتحط. وانا متاكده ان هو هيعجبكم، جربوه وقولوا لي رايكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله فكره جديده. يلا اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.